ما هو ما ينفعش الحرب تقوم وما نحكيش عن شخصية في غاية الأهمية ونفهم هتلر إزاي تهور على شخصية زي دي، شخصية جوزيف ستالين. تعالوا نحكي الحكاية. أدولف هتلر اتهور على رجل ملقب بـ The Bloodiest Dictator of the 20th Century، أي الدكتاتور الأكثر دمويًا في القرن العشرين. رجل بيقدس الصمت وبيحب يسمع أكتر ما يتكلم، وبالنسبة له البوح عن مشاعرك وعواطفك دي خيانة لنفسك، وبرضه من ضمن الخيانة للنفس هي ثقتك في الآخرين، وثقتك في نفسك برضه بالنسبة له تعتبر خيانة. احنا اتكلمنا عنه في فيديوهات الثورة الروسية، ولكن شخصية معقدة جدا تستحق مساحة أكبر من كده، وبرضه علشان نفهم ازاي هتلر هيعمل كلاش كبير جدا وما حسبش خطواته قبل ما يقف قصاد شخصية زي شخصية ستالين، فلازم دراسة عميقة وتفسير نفسي وتحليل نفسي دقيق جدا لشخصية ستالين عشان نفهم هتلر ليه أقدم على الانتحار. اتولد جوزيف أو يوسف أو يوسب جيوشفيلي يوم 18 1878 في مدينة جوري. زي هتلر ما كانش ألماني الأصل، فستالين برضو ما كانش روسي الأصل. جورجيا هي دولة ذات سيادة في منطقة جنوب القوقاز غرب أسيا، وفي بداية القرن ال19 ألحقت جورجيا بالإمبراطورية الروسية، وبعد كده الاتحاد السوفيتي، وبعدين استقلت سنة 91. والد ستالين كان فلاح بسيط، أحيانا كان بيشتغل في الزراعة وأحيانا تانية في تصنيع الأحذية، وكان مدمن للخمر، وكان بيضرب ستالين وأمه إيكاترينا أو كيكي ضرب مبرح، ومن هنا هتبتدي تكون شخصية ستالين القاسية جدا بسبب سوء معاملة أبوه. ومش بس والد ستالين هو اللي كان بيضربه، أمه كمان كانت بتضربه، ومن هنا هتبتدي شخصية ستالين الجافة القاسية تتكون في الفترة دي. ويعني هو ما كانش افترا مطلق، هي كمان ممكن يكون عندنا في الثقافة بتاعتنا اللي هي فكرة التوف لوف، خصوصا الأم اللي هي كيكي إيكاترينا كانت بتضربه من باب ان هي بتربيه، اللي هو انا عايزة اطلعك قوي وشخصيتك قوية وصلب، فانا هبتدي اعنفك واضربك علشان تطلع قوي وجامد. وطبعا الاب، بس الاب كان بيضرب بوحشية بسبب شربه للخمر، ومن هنا هتيجي فكرة انه إيكاترينا ام ستالين عايزة تاخد ستالين وتهرب منه وتبعد عنه خالص، خصوصا بعد ما 2 من ولادها توفوا، وستالين اللي هو جوزيف او يوسف هو اللي اتبقى لها، وكان بقى يعني قرة عينها، يعني كان دلوعة امه جدا، وكانت بتدلعه تقوله يا سوسو، مش عارفة ازاي ستالين هيبقى سوسو، يعني هيبقى سوسو جدا لما يكبر. تمام يعني. فبسبب معاملة بابا القاسية اخدته وهربت علشان تبعد ستالين عن القسوة والعنف والضرب الوحشي اللي الاب كان بيضربه له. زي ما ذكرنا شخصية الطفل او التكوين بيحصل من منذ الطفولة، وفكرة ان انا اربي على الضرب ده بيبتدي يعمل childhood trauma، صدمة للطفل، لانه المصدر الاب والام هما بيكونوا مصدر الحنان والدعم والامان والحماية، فلما هما اللي يضربوا بيبتدي الطفل يكون بقى ميول انحرافية من اول الادمان، ومش لازم ادمان المخدرات، في كذا نوع من انواع الادمان، وبعد كده بيصبح قاتل فيما بعد ومجرم. فتكوين شخصية ستالين بدأ من الحتة دي. بابا كان عنده طموح انه ستالين يطلع صانع احذية، وامه كانت عايزاه يطلع كاهن علشان يعني تبقى عنده حياة احسن من كده ويتدرج اجتماعيا ومستقبله يبقى احسن من المآسي اللي هي شافتها في حياتها يعني مع ابوه، فكانت حطاه في مدرسة دينية. لما تيجوا تقروا عن ستالين هتلاقوا انه شخصيته كانت جافة وقاسية وصدامية جدا، يعني بيقول كلام ما يتقالش، اللي هو انت ازاي بتقول الكلام ده، مش بس صريح، لا صدامي لدرجة الوقاحة، مفيش عنده لا مشاعر اخرين بيخاف عليها ولا مشاعر، مفيش يعني مش عامل حساب لحاجة. فهو الحقيقة ما طلعش كاهن لانه هو الحد، فقال لك انا هصبح الاله نفسي، مش مؤمن بالاله، انا الاله والناس هتعبدني. فبدأ الصدام من وقت المدرسة الثيولوجي سكول اللي هو كان فيها دي يحصل، لانه هو بدأ يتطرق لمواضيع، وكان طفل ذكي جدا جدا جدا، فبدأ ان هو يقرأ لداروين وكارل ماركس ويشوف الافكار والنظريات والفلسفة، فبدأ يدخل في صراع مع المدرسين بتوعه اللي هم مفروض يعني رجال دين، ثيولوجي سكول مدرسة دينية، بدأ ان هو يسخر من المناهج والكلام اللي هم بيقولوه، وما كانش همه اطلاقا ان هو يتم رفضه.
ملحوظة صغيرة، زي ما كان برضو موسوليني بان عليه ميول عدائية كده وعنف وهو طفل صغير في المدرسة، برضو ستالين كان عنده نفس الميول العدوانية. ستالين ما عندوش فكرة ان هو يتخانق من هو طفل، يعني اللي هو لا نتخانق ونرد على بعض ونناوش، لا ستالين كان بيمسك اللي قدامه ويضربه خلاص، يعني انا لسه هتخانق معاك، انا لسه هدخل في صراع ونتخانق ونتخاصم ونقعد نتكلم على بعض مع اصحابنا، ما انا ممكن امسكك اضربك ونخلص. يعني هو بقى الموضوع كبر وتطور معاه للقتل بقى لما بقى شاب كبير، اللي هو برضو انا هتخانق معاك وادخل معاك في نقاش وصراعات، طب ما انا ممكن اقتلك ونوفر صحة والموضوع ينتهي لحد هنا، فاهم انت؟ فالموضوع ده بدأ معاه من صغره قوي، اي حد من زمايله كان يضايقه ويناوشه ويعمل اي حاجه بيمسكه ويضربه. وبالنسبه برضو نفس العدائيه والصداميه بشكل يعني بايخ جدا الى درجه الوقاحه، كان والمدرس واقف بيشرح حاجه دينيه كان يدخل على طول يتريق ويسخر منه في وسط الفصل، فادى الى ذلك تم طرد ستالين من المدرسه سنه 1899. اتكلمنا عن فترة الشباب عند ستالين في الفيديوهات اللي هي بتاعت الثورة الروسية، فمش عايزة اكرر نفس المحتوى، بس هو برضو كان بيمتاز ان هو قلبه ميت، بياخد يعني خطوات جريئة جدا، ما كانش همه الاوكرانا البوليس السري الروسي، كان عنده هدف الوصول للسلطة، خصوصا انه بدأ ينضم لحركات البروليتارية والعمالية ويقرأ افكار كارل ماركس وانجلز وداروين، فهو دلوقتي عنده منهج ومرجعية فكرية عايز يوصل لها، فبدأ ان هو ينضم لقوة علشان يوصل للسلطة. طبعا ادى الى ذلك انه كان في مطاردات مع الاوكرانا البوليس السري وحبس احيانا ونفي احيانا اخرى، بس ما كانش هم يعني عادي، مش اللي هو بقى ايه اتنفى وبيروح يعيط على اوجاعه في المنفى اطلاقا، بيروح يعني انتوا عايزين تنفوني تمام انا هروح اتنفي، بياخد لفة ويرجع عادي جدا، يعني كان مدوخ الاوكرانا. لذا اي مستند او ورقة بطاقة اي حاجة كان بيتم تقطيعها، والمؤرخين الحقيقة احتاسوا كتير في الفترة بتاعت الثورة بتاعت يعني لما كان ثورجي قبل قيام الثورة الروسية، لانه هو كان بيقطع اي مستند، وكان عنده اسماء مستعارة كتير قوي بيتحرك بيها، من ضمنها كوبا وهو اسم روبن هود الغلابة القوقازي، فكان عنده أسماء مستعارة، مفيش أوراق وإثباتات ومستندات ضده، على طول هو بيعرف يجري من الأوكرانا، بيتحبس بيخرج بيتنفي بيرجع، طلع لهم في المقدر مع نظريات والفلسفة والأراء اللي هو كان بيتبناها وبيقرأ عنها كتير، فبرضه كان بيقرأ كتب ممنوعة من النشر لزولا وفيكتور هيوجو، وكان بيحرر جريدة سرية، إلى أن بقى جت فترة أن هو سمع عن لينين وكان لازم ان هو يتعرف على لينين. طبعا لينين بالنسبة لستالين هو قائد حاجة كبيرة جدا، وهو اللي هيحقق لهم حلمهم ومتبني بقى افكار كارل ماركس، فيعني على ايده الحلم هيتحقق، فانا لازم ابقى ملازم للشخص ده وصاحبه جدا. ولكن هنا هنتعرض برضو لحتة جريئة صدامية عليها شوية وقاحة كده من فوق، يعني هو قابل لينين في مؤتمر اسمه تامبراي كونفرنس سنة 1905. لازم اقرأ لكم ستالين قال ايه على لينين، عشان مسجلة الكلام ده عشان اتخضيت. بيقول ايه بقى؟ كنت اتمنى ان ارى نسر الجبال الذي يحمي حزبا بجناحه في صورة رجل كبير، ليس كبيرا في السياسة فقط بل كبيرا في جسمه، فأنني كنت أصور لينين في خيالي في هيئة مارد له قوام جميل تتمثل فيه القوة، ولكن خاب أملي عندما رأيت شخصا عاديا جدا قوامه أقل من المتوسط لا يتميز بأي شيء عن العاديين من بني البشر. كان ناس تشتمه، يعني اشتمه أحسن، فاهم؟ يعني الاول قال لك قائد وبتاع وافور في الاداء كده وتحت جناحه جبال ونسر وبتاع بنقولش كده، قولش كده. انا اتخضيت، يعني انا لما اقرا حاجه كده او حاجه تقال كده على لينين بجد فش، يعني رجل سياسي يقول الكلام ده، بس ستالين لازم يقول اللي هو عايزه يعني. فالحقيقه استوقفني، فقلت طب ما انا لازم اعرف بقى ستالين طوله قد ايه، يعني ملحوظه تافهه بس بجد علشان
يوصف لينين بالوصف الغريب ده كان لازم اعرف مشكله ستالين كانت فين. اتضح انه بجد هي معلومه ملهاش لازمه بس يعني هتقول لنا حاجه تانية عن ستالين. لينين طلع طوله 165 سنتي وستالين طلع طوله 162 سنتي، يعني احنا بنتكلم في انه لينين اطول منه ب3 سنتي، يعني الديفاليوينج او ان هو بيحط من قدر لينين بالطريقه الفجه الوقحه دي وهو اطول منه 3 سنتي بس بجد. فهو خيل لي انه الملحوظه ملهاش لازمه يعني او تافهه ان انا هبص الاطوال للبني ادمين، ولكن لما جيت ابحث عن المعلومه دي لقيت مؤرخين بيتكلموا انه ستالين كان عنده النابليونيك كومبلكس او عقده نابليون او عقده رجل قصير القامه، اللي هي بتبقى ايه الولاد، هو اصلا بيبقى تعريف الراجل من ايام رجل الكهف اللي هو بيبقى ايه طويل المنكعين مش عارفه ايه انه طول بعرض يعني حاجه كده، لانه الراجل دوره الاول والاخير طول الوقت عند الناس او بالنسبه للانثى ان هو مصدر الحمايه يعني. فهي بتبقى وصف مهم جدا ان الراجل يكون طويل وعريض، بتدي قوه للرجل يعني انه هو ده اللي هيعمل حمايه. فلما الولاد في فترة ثانوي مثلا بيبتدوا فجأة بيطولوا كده، فجأة تلاقيهم قد الباب كده وشنب ثانوي ده، فبتلاقي انه منهم ما بيطولوش وبيحصل عليهم تنمر. وعلى فكرة المنافسة ما بين الرجالة او انه الرجالة لما تقلل من شأن بعض الموضوع بيحزف نفسيتهم جدا. فمن هنا بتحصل للبعض مش لكل اي حد قصير القامة يعني، عايزي في ناس قصيرة عادية ومتصالحة مع الفكرة مفيش مشكلة، لو انا جينيتي كده دي ان ايه اعمل ايه مفيش حاجة يعني. فبيبتدي الشخص قصير القامة ده يحس ان هو ناقص حاجة، ناقص عنده المشكلة يعني، اللي هو الشخص مش اي تاني، انا مش بعمم، في البعض بيحس ان هو عنده مشكلة. في برضو ناس طبيعية بيبقى عندها مشكلة بتحاول تعوض ده بان هو يبقى ذكي جدا، شاطر جدا في الدراسة، موهوب قوي في حرفة معينة، بيعمل يعني بيمارس نوع رياضة مع اي حاجة يعني بيتميز في حاجة معينة، فما بيبقاش بس شكله هو الفوكس بتاعه. وفي ناس بيبقى لا ما عندوش اي حاجة، فبيتحول الصراعات الداخلية والتنمر اللي بيحصل عليه ده على هيئة ان هو بيكون شخص حاقد كاره، بيبتدي سلوكه يكون عدواني شرير وبيتلاعب بقى على نفسية الناس التانية، يعني يشوف حد أضعف منه يبتدي هو بقى يمارس عليه اللي بيتمارس على مشاكل يعني. المهم دي عقدة نابليون، نابليونيك كومبلكس، ومؤرخين بيقولوا انه ستالين كانت عنده العقدة دي، فعشان كده بيعمل او قال اللي قاله على لينين ان هو يعني هو اطول منه 3 سنتي حاجة لا تذكر، ولكن ستالين كانت عنده عقدة رجل قصير القامة ده ان هو بيبقى عدواني وعنده مشاكل نفسية رهيبة، واضح انه عنده مشاكل نفسية رهيبة. ندخل على حاجة برضو في غاية الاهمية في تكوين شخصية ستالين عشان نبقى فاهمين ابعاده كويس قوي يعني وحيتصرف ازاي فيما بعد، لانه احنا هنقسم المحتوى لاربع حاجات. اول حاجة احنا دلوقتي بنحكي عن نشأته، تاني حاجة صعوده الى الحكم، تالت حاجة هنتكلم عن فترة حكمه، رابع حاجة ودي اهم حاجة موت ستالين. انا مش هحكي لكم ستالين مات ازاي، انا هحكي لكم ستالين زاولني ازاي، يعني شوفوا بعد كام سنة ميت. قعدت كتير قوي بحاول افهم هو مات ازاي، بس عشان الموضوع كان غريب. وسبحان الله اللخبطة اللي حصلت دي، هو لا مات مقتول ولا مات منتحر ولا حصل له اي حاجة، يعني مش زي موسوليني وهتلر مات موت عادية، بس ان هو يسيب لغز بعد موته وان انا اقعد اعمل سيرش واصلا ما فيش حدث بس انا متلخبطة، انا لازم احكي لكم القصة دي بجد، الموضوع مشوق صدقوني. المهم حاجة مهمة جدا في شخصية ستالين وهي فقدان الثقة في نفسه، مش بس في الاخرين، لا ده في نفسه هو. في مؤرخ كان بيتكلم على انه قد ايه ستالين اتصدم لما هتلر بهجمه في الحرب وما كانش متخيل وكلام ده كله، كلام غير مقنع تماما، لانه الشخص اللي بيتصدم ده اولا بيبقى عنده عواطف ومشاعر، واحنا كلمنا قبل كده عن الشخصيات السامة والنرجسية والسايكوباث والسوسيوباث، ما عندهمش الاوبشن بتاع العاطفة،
يعني هما مش بيحطوه على الترابيزه وهما بيتعاملوا مع الناس، ان انا اتعشم فيك وتصدمني والحاجات دي ده عندنا احنا، انما الناس دي لا انا اصلا ما عنديش ثقه فيك. دي اول حاجه. تاني حاجه، ستالين ما كانش بيثق في البلاشفه، يعني رجالته اساسا. ستالين ما كانش بيثق في اعضاء الاتحاد السوفيتي. يعني انت بتكلمني ان هو هيثق في هتلر ازاي؟ يعني فهيتصدم. يعني ستالين قبل ما يتفق مع هتلر على المعاهده هو كان مذاكر هتلر كويس جدا، وقاري كتاب ماين كامف، وعارف هتلر بيفكر ازاي، مفصص تفاصيل هتلر. هتلر بس اهتم ان هو يروح يصور ودان ستالين، ومش بقول كده تريقه ولا سخريه، هتلر فعلا راح كان مهتم جدا بودان ستالين. بس هو عنده حق، هحكي لكم ايه موضوع ودان ستالين ده. بس ستالين تغلغل في روح هتلر بزياده، وكان درسه قوي، وقاري شتيمة هتلر في الطيار اليساري، وشتمته في البلاشفة نفسهم، وفاهم تكوين هتلر كويس قوي. وبعدين مقارنة ستالين بهتلر هتلاقوا ان هتلر كان عنده جانب اللي هو الحالم بتاع الفنانين، اللي هو عنده طموح وعنده خطة وبتاع، فأحيانا بيشطح بالتفكير عسى ان الموضوع ييجي. لكن ستالين كان واقعي قوي لدرجة اللي هي الشخصية الناشفة القاسية اللي هي شايفة الواقع بألوانه الحقيقية دي. فحتى لو هو بيخسر وما عندوش مشكلة، هو بيتراجع عشان يرجع يضرب تاني بقوة. إنما هتلر كان أحيانا بينتشر من غير ما يحسبها كويس. طبعا فكرة ضربه في روسيا ده ما حسبهاش خالص تقريبا يعني. المهم، فستالين علشان يتصدم هو اصلا كان يعني عامل الاتفاقيه مع هتلر ومحضر المسدس ورا ظهره اساسا يعني، وعارف هتلر هيعمل ازاي وهيتحرك ازاي. احتمال يكون ما حسبش التوقيت، بس هو كان فاهم هتلر هيعمل ايه وهيروح فين وهيتحرك ازاي كويس قوي. وفكره ان هو بطل يثق في الناس دي ليها قصه حصلت، يعني ما هواش بس تحليل واجتهادات يعني مننا كده انه والله لا ده ما يثقش، لا ده في واقع حصلت خلت ستالين يفقد الثقه في كل الناس. الا وهي ان هو كان في سنه 1912 بالظبط كان منفي، وبعدين هرب من المنفى وجه، فراح لشخص صديق عزيز جدا بيثق فيه قوي اسمه ميلانوفسكي، وقال ان هو يستخبى عنده وائتمنه وبتاع، صحاب صاحب الوفي الشديد. وطبعا ميلانوفسكي رحب بيه قوي وهيحميه وهيخبيه من الاوكرانا البوليس السري الروسي بتاع القيصر. وبعدين دعاه الى عشاء علشان يقعدوا يتعشوا كده، هو يعني بيحاول يحافظ عليه ويخبيه من البوليس. وإذ فجأة ستالين يلاقي انه البوليس داخل يقبض عليه وبياخدوه وبينفوه الى سيبيريا، ويتضح ان ميلانوفسكي صديق ستالين الصدوق هو اصلا ضابط في البوليس السري لروسيا يعني، او القيصر نيكولاس الثاني. فمن هنا ستالين اتعلم يعني the hard way ان هو مش هيثق في حد ابدا، لا صاحبه ولا حد فرد بعيلة ولا امرأة بيحبها ده ولا ولاده. احنا هنيجي لموضوع ولاده ده. ففكرة انه ستالين بيثق في حد دي مش حاصلة. وبعد كده هنشوف انه هو في خطاه وفي مشواره السياسي ما كانش بيثق في الناس القريبة، وطول الوقت البوليس السري بتاعه كان في كل حتة، وكان فقد الثقة في الناس كلها. فازاي هيكون واثق في هتلر؟ شيء لا يصدقه عقل. وبعد واقعة ميلانوفسكي تم نفيه الى سيبيريا لمدة 4 سنين. ستالين كان قاعد في اجواء شديدة القسوة زيادة عن قسوته النفسية وشخصيته، تكوين شخصيته، قاعد في وسط تلج وديابة جعانة، والسبب في ده كله هو قيصر نيكولاس الثاني. وعشان كده ما تتفاجئوش انه سبب مقتل نيكولاس الثاني هو ستالين، انه خلاص هو بيموت بياخد ثأر السنين العذاب اللي هو شافها بسبب نيكولاس الثاني، وبيموت اي امل عند الجيش الابيض. الموضوع انتهى، مفيش، احنا اللي هنمسك السلطة، الكلمة الاخيرة لينا احنا. وفي التوقيت ده اتسمى بقى، هو الفترة بتاعت الثورية هو كان طول الوقت
جوزيف جيوشفيلي، ده اللي هو الاسم اللي هو اتولد بيه. وبعد كده الموضوع تطور بالأسماء المستعارة دي، في ناس ما كانتش عارفة اسمه الحقيقي، وبعد كده تحول إلى ستالين أي رجل الحديدي، وفي قول آخر سمي بالذئب الأحمر فترة المنفى وتعرضه للظروف الكاحلة اللي هو شافها دي. في الفيديو الجاي هنحكي عن حاجة مهمة جدا. ناس كتيرة كانت فاكرة انه ستالين هو دراع اليمين للينين وهو المسؤول عن كل شيء، ولكن الحقيقة انه لينين ما كانش طايق ستالين، وكان بيتمنى انه هو يبعده عن الحزب علشان ستالين يعتبر خطر على كل المشوار اللي لينين عمله ده. وبالفعل لينين كان بيستغيث بان هما يبعدوا ستالين عن السلطة حفاظا عليها. فاحنا هنشوف ايه اللي وصل لينين لدرجة الاستغاثة، ستالين عمل فيه ايه. لو عجبكم الفيديو تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب ليوتيوب شانل ولايك الفيسبوك بيج. هشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. تحياتي.